محافظ صلاح الدين يضع توقيتات زمنية للإدارات والمقاولين لإطلاق العمل بالمشاريع المتلكئة بقضاء الطوز، ويؤكد وجود تقدم واضح بمعالجة ملف النازحين شرقي المحافظة، ويفتتح مركز الدعم اللوجستي. اشتداد أزمة الوقود في تكريت لأسباب مجهولة، والفلاحون يشكون عدم دفع مستحقاتهم، وتحذيرات من ارتفاع أسعار الخبز. رئاسة الجمهورية على طاولة البرلمان السبت المقبل، وطهران على خط وساطة جديدة للملمة البيت الشيعي، وأغلبية الثلاثي ترجح كفة مرشح البارتي. استطلاع للرأي يدعو قادة التحالف الثلاثي منح عراقي الداخل فرصة الشراكة الحقيقية في إدارة المرحلة المقبلة، كونهم ولدوا من رحم معاناة الشعب. من عناوين نشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. ترأس محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل اجتماعا موسعا في قائم مقامية قضاء الطوز لتقييم تنفيذ المشاريع وتحديد مواضع الخلل والتلكي فيها. وقال المحافظ خلال الاجتماع الذي حضره النائب مهدي تقي واللواء الحقوقي قندير خليل قائد الشرطة المحافظة وعدد من مديري الدوائر المختصة: سنضع من اليوم توقيتات زمنية محكمة للإدارات والمقاولين لإطلاق العمل بالمشاريع المتلكئة، وعكس ذلك ستكون لدينا إجراءات رادعة للحد من حالة التراخي والمجاملات التي يدفع ثمنها المواطن، لافتا إلى أنه يتابع بشكل تفصيلي وتيرة العمل في القضاء ولم يلتمس أي تقدم بسبب ذلك. كما وزار المحافظ منطقة إمام أحمد وسط الطوز وناقش مع الأهالي احتياجاتهم، موجها لإطلاق عدد من المشاريع الخدمية التي ستغير الواقع إلى أفضل، مشددا على رفض أي حالة تلكؤ للعمل في عموم مدن المحافظة، كون أن مواطنين دفعوا ثمنا باهظا بسبب المجاملات والصفقات، محملا مسؤولية ذلك لمسؤولي الوحدات الإدارية. أكد محافظ صلاح الدين وجود تقدم واضح بمعالجة ملف النازحين بشكل نهائي بعد افتتاحه مركز الدعم اللوجستي شرقي المحافظة، والذي سيسهل تقديم الخدمات الفورية للأسر العائدة إلى قراها في ضواحي الطوز وسليمان بيك وأمرلي. وعقد المحافظ اجتماعا في قائم مقامية قضاء الطوز بحضور النائب مهدي تقي عضو مجلس النواب واللواء الحقوقي قندير خليل قائد شرطة المحافظة وعدد من مديري الدوائر الخدمية. وقد جرى فيه مناقشة خطط العمل لتأمين احتياجات النازحين وتعزيز سبل استقرارهم، مشيرا إلى أن ملف النازحين انتقل إلى مرحلة مهمة وينتظر دعما حكوميا لإغلاقه وإنهاء توابعه الإنسانية والاجتماعية. ومن جهته جدد تقي مساندته لجهود المحافظ في غلق ملف النازحين وخطواته المهمة بمشروعه العمراني والإصلاحي وإجراءاته الميدانية لمعالجة مواضع الخلل في تنفيذ المشاريع. كما تفقد المحافظ وتقي مركز الدعم اللوجستي المخصص لإعادة استقرار النازحين في شرقي المحافظة، وكلف معاونه لشؤون الخدمات المهندس محمد محمود المتابعة والإشراف على توزيع المواد والتجهيزات للأسر العائدة. بالثلاث أماكن بسليمان بيك وأمرلي والطوز، وهذا التنسيق يصير موثق، كل شيء كل مادة تطلع منها تروح المكان تتوثق، كل عمل نتأكد أنه هو يفيد ويرجع الناس يلا نسويه، يعني ما يعني تصير عمل هنا هسه اليوم نتفق على شخص يصير رئيس اللجنة هنا، صح. ويكون السادة القائم مقامين وياه واتفقون على صيغة عمل. احنا راح نجيب المواد ونزيد العدد المواد حتى الناس اللي دي ترجع نحاول ان نلقي لهم ابواب، اني حتى ممكن انه مستقبلا اذا حصلنا مبالغ نلقى لهم قضايا تساعدهم، يعني في بيوت واطئة الكلفة نسوي لهم مشروع، نسوي يعني نحاول انه نلقي لهم حل. بس انا قصدي انه هي البداية حتى نسوي نظام. هسه تأسسون هذه الغرفة، تمام،
وتدخل المواد هنا، وهذه المواد يعني عملية إدخال وإخراجها ولا تصرف، يعني المواد ما يصير أنت تصرف لأحد والله خبرني فلان ماكو، على الحاجة الفعلية والمنطقة المحتاجة، المنطقة المحتاجة كشف ميداني، يعني كشف ميداني، وانت حضرتك المسؤول، وهسه راح نثبت اتفقاني والسيد النائب والقائم المقامين على شخصية تكون موجودة هنا دائما هي تدير هذا الموضوع. بس اللجنه اللي شكل دكتور هذه انتقاله جديده في معالجه ملف النازحين، هو افضل لتجاوز الروتين ولكي تكون يعني عمليه مباشره وسهله وسريعه في تقديم الخدمات. والله كل شكر وتقدير للاخ، ليس دفاعا عن هذا الشخص، فهذا الشخص اثبت جدارتها بنجاح كل وضع الخدم اللي موجود، وعوده النازحين معقده كانت فعلا، بالان في مناطقنا اللي مناطق يعاني منذ 2014 لحد هسه، فان شاء الله اكو حلول بوجود الاخ المحافظ ورؤساء وحده الاداريه، بس يحتاج رؤساء وحده الاداريه يكون حازمين مع الاخ المحافظ حتى ننهض بشكل صحيح على عوده النازحين. فعلا احنا الان الاخوه يعانون، ورسالتي الى الاخ محافظ كركوك، ذو هؤلاء الناس اللي موجودين في من محافظة صلاح الدين في كركوك يحتاج يحتويهم هم أهلهم ناسهم، ولن نقبل أن يكون طرد أي نازح لحين تهيئة الوضع بشكل كامل لهم، حتى يكون عودة بشكل سريع. وإن شاء الله مجيء الأخ محافظ على هذا الضوء بدأنا إن شاء الله اليوم، سينتهي إن شاء الله عن قريب، وسيكون إجراءات كاملة إن شاء الله. بجهود محافظي صلاح الدين نفذت العديد من المشاريع العمرانية والخدمية في قضاء دجيلة، ويجري العمل بغية استكمال المتبقي منها في أقرب وقت ممكن. المزيد في تقرير الزميل فاضل الأنصاري. بجهود محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر العمرانية، العديد من المشاريع الخدمية حطت رحالها بقضاء الدجيل لتطوير بناه التحتية، منها تم إنجازها والأخرى سار العمل فيها لإكمالها بأقرب وقت ممكن، جهود تهدف إلى تحسين الواقع الخدمي والعمراني بالقضاء ونواحيه. متابعة مباشرة من قبل السيد محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبور شهد قضاء الدجيل طفرة نوعية وخلال السنوات الأخيرة بتنفيذ العديد من المشاريع، وأهمها شارع الرئيسي من المدخل الرئيسي لحد المركز الحسين، وأبرزها إكمال الشارع الرئيسي. وهناك عدد من المشاريع ضمن صندوق الإعمار، من مركز الحسين لحد الفلكة المركزية، ومن مدخل شارع البلدية لحد شارع الجنوبي، حيث كانت هذه الفترة الماضية كانت هناك حملة إعمار واسعة في قضاء الدجيل ومشاريع مهمة، من أهمها شارع الدجيل الرئيسي الذي كان له الفضل الكبير في تطور المدينة، ونحن حاليا في تكملة هذا المشروع. المشروع الأول كان من ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم، المشروع الثاني ضمن مشاريع إعادة استقرار المناطق المحررة على صندوق الإعمار، أضافة إلى هناك مشاريع مستمرة حاليا، من ضمن هذا المشروع هو شارع البلدية، وكان هناك توجيه من السيد المحافظ بإكمال هذا المشروع لأهميته في خدمة المواطن. الثورة العمرانية التي قادها محافظ صلاح الدين ولدت ارتياحا كبيرا لدى المواطنين الذين يتطلعون إلى المزيد من المشاريع الخدمية والحيوية التي من شأنها أن تنهي من معاناتهم التي عاشوها في السنوات الماضية. شهد قضاء الدجيل في الفترة الأخيرة منذ سنتين حملة واسعة من الإعمار تضمنت البنى التحتية المتنوعة، من تبليط القرى والأرياف إضافة إلى تأهيل شارع الدجيل الرئيسي الذي تم إنجاز نسبة كبيرة منه، بالإضافة إلى تكملة تأهيل شارع إلى حد الفلكة، مشاريع كهرباء متنوعة، مشاريع ماي ضمن الخطة 2021 سوف تنفذ قريبا إن شاء الله، والحملة واسعة ومستمرة. إضافة ما ننسى أنه أكو بعض المشاريع الاستثمارية اللي بدأ العمل بها مرة أخرى، وهي مستشفى الميت سرير ومشروع الماء الموحد اللي وصلت نسبة إنجازها إلى 60%، بالإضافة إلى مشروع المجاري الكبير المتوقف من 2014. الحمد لله هاي الحملة إذا استمرت فترة بسيطة إن شاء الله كل البنى التحتية تنجز بالدجيل وتبقى الأمور الكمالية
التي سوف ترفع المشاريع لاحقا. ثورة عمرانية شهدها قضاء الدجيل في الآونة الأخيرة أسهمت بتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والتي من شأنها أن ترتقي بالواقع الخدمي. لقناة صلاح الدين الفضائية، فاضل الأنصاري، قضاء الدجيل. تنفيذا لتوجيهات محافظ صلاح الدين، أكد مدير بلدية المحافظة الحقوقي ذاكر حمود خلف إفراز قطع الأراضي السكنية لتوزيعها بين المستحقين من الشرائح المشمولة من خلال اعتماد نظام يضمن حقوق الجميع. بالتوجيه من قبل السيد محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر، قامت بلديات صلاح الدين بإفراز قطع أراضي سكنية لتوزيعها إلى المستحقين الأراضي لكافة الشرائح. العملية هي قمنا بإفراز قطع أراضي حاليا في قضاء الدور وقضاء العلم، وحاليا نعمل في قضاء سامرة وبلد وقضاء العوجة، وتم تعميم كتاب لكافة المؤسسات البلديات بعملية إفراز قطع أراضي وتهيئتها لكافة الشرائح المشمولة بالتخصيص. حاليا جاي نعمل بوجبة سريعة إن شاء الله في الأسبوع القادم، واللي هي في قضاء العلم. العملية هي كالآتي: على تقوم التخصيص حسب النسب الموجودة والمخصصة من قبل المحافظة والبلديات، واللي هي معممة من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة. تكون النسب حسب كل شريحة كموظف أو شهيد أو جريح أو لكافة الوزارات. هذا من جهة. ومن جهة ثانية هناك لجنة تدقيقية من قبل البلدية المعنية تقوم بتدقيق المعاملات واحتساب النقاط المفاضلة. فالعملية إن شاء الله لن يظلم أي مواطن أو أي موظف أو أي واحد بالاستحقاق ماله. حقيقة كذلك نقدم شكرنا وتقديرنا للسيد المحافظ لدعمنا في موضوع تخصيص قطع الأراضي. تتفاقم أزمة البنزين في مدينة تكريت خصوصا مع غلق محطات الوقود الأهلية، ما ولد طوابير طويلة من السيارات أمام المحطات. وطلب المواطنون من خلال حديثهم لبرنامج بين الناس الذي يبث على شاشة قناة صلاح الدين المسؤولين في قطاع النفط بتوضيح سبب الأزمة التي التزموا الصمت فيها منذ مدة طويلة. السلام عليكم. قصر لك أكثر من نص ساعة. وبعد يجوز نص ساعة. هو اعتيادي. وهذا الرون سايد همين؟ هاك. راسين طبقت. ايه. وراها قدامها العسكريين همين. راسين يطبقون قدام المواطن. وكل. والله احكي ما عيزنا من الحكي. بنزعنا حكومة. حكومة ما يعني خلاص شو تحكي؟ ما تحكي. يعني شنو ما هاي دائما يوم نهيج نلعوجة لها الا قطرة. بس اللي اثنين يوزعن. هذه والداخل. بحرض السروات وين؟ احنا اهل تكاسي، يعني حكومه شو تحكي؟ ما تشوف انت تعرف الوضع. ايش قد صار لك واقف؟ والله صار تقريبا نص ساعه، اكثر من نص ساعه. شنو هاي؟ شو تقول على هاي الوضع؟ والله يا مو وضعي يا اخوان، والله يزودون البنزين، احنا اهل البنزين اهل الخير. يعني ايش واقفين العراقيين؟ عندنا البنزين والغاز واقفين كل النهار. انا تاروح اسجل لي تاروح اجمع لي دينار، ثلاثة اجي اوقف فيها ساعتين ثلاثة. ما يرهف استاذ وليد، والله ما يرهف. والله جاء نعاني من هالشغله هاي، وشوي بالليل يطلعون يصورون يقول لك البنزينخانه فارقه وهذا شده. واني واقف صار لي ساعه ونص السرم البنزين، تروح على اهليات كلهن معزلات ياخذوهن ما ادري وين يودوهن ويبيعوهن. غير المحطات 24 ساعه المفروض؟ المفروض 24 ساعه، والله جاء نعاني من شغله البنزين، جاء نعاني معانات يعني تعبنا. تعبنا بمعنى الكلام تعبنا. أنا ما دا نعرف ليش يعني هاي الأزمة خاصة على صلاح الدين، ليش هيجي؟ يعني باقي المحطات كلها موجود وبنزين وباو على إقليم وكلها موجود بنزين ومتوفر، ليش إحنا هيجي محصورين؟ وتكريت بس مالت الداخل، وهاي الحكومية وهاي الأهلية، يسووا محطات بعد. سووا بعد كلها أزمة أزمة أزمة، والله تعبنا. يعني معقولة هسه تطلع المحطات الخارجية كلها موجود بيها بنزين وهنا داخل تكريت ماكو؟ كأنه شيء مفتعل. محطات من المغرب يقفلونها، يعني إذا مركز محافظة ما يقدر يأمنون بيها بنزين، شلون اطلع هسه على الطرق الخارجية؟ هسه تطلع بس منها، اطلع على أنوان، اطلع منها، هذه كل المحطات موجودة بيها بنزين. والله العظيم هسه العائلة ذبيناها ودعناها ببيت واحنا طريقنا إلى بغداد. والله عندكم وفاة؟ اي والله لله. حياتك الباقيه، رحم الله والديك. يعني شنو توعز دي هاي؟ شنو ليش؟ والله ما اعرف شنو الازمه، التهريب غير
فطبعا كله يتهرب، هو يقول لك انا ابيعه ب 650 احسن ما ابيعه المواطن ب 450. والمواطن متاذي. طب هذا اللي بيجي يمك، واحنا الزحامات؟ احنا نودي المحافظات كلها، واحنا الزحامات؟ عفية. هذا الزحام هيجي؟ والله اكبر عيب، والله المحافظات تضحك علينا. والله عيب حتى على مسؤولينا. المحافظات كلهم يضحكون علينا. ملة العالم. يعني هذا البيجي، هاي مصر البيجي. العالم تجي من غير محافظة، تجي تاخذ من عندنا. زين؟ واحنا هذا البيجي، هاي صلاح الدين. صلاح الدين لازم ولا سيارة بأي بنزينخانة تبقى. حذر اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة صلاح الدين من كارثة معيشية واقتصادية ستحل بالفلاحين بسبب تأخر دفع مستحقات 60% من المسوقين للحبوب الموسم الماضي لأسباب مجهولة. وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في صلاح الدين كريم كردي إن أكثر من 8000 مزارع من مجموع يتجاوز 20000 تسلموا مستحقات تسويق الحنطة للموسم الماضي على الرغم من قرب موسم الحصاد الثاني بعد أقل من شهرين. وأضاف كردي أن المزارعين أبدوا استغرابهم من تلكؤ الحكومة في دفع المستحقات المالية على الرغم من تضمينها في الموازنة وتأمين تخصيصاتها، محملا وزارتي المالية والتجارة تبعات المشاكل والكوارث المعيشية التي حلت وستحل بالمزارعين جراء تأخر مستحقاتهم إلى جانب تبعاتها السلبية على الخطط الزراعية في صلاح الدين وعجز المزارعين عن تأمين مستلزماتها. واقتصاديا أيضا، فإن أزمة الطحين في العراق بدأ تأثيرها يظهر جليا على عمل المخابز في تكريت، حيث تشهد الأفران حالة من التقشف جراء ارتفاع أسعار هذه المادة الأساسية في حياة المواطنين. وتمثل التأثير السلبي بتقليص عدد العمال وتصغير حجم رغيف الخبز، إضافة إلى اضطرار بعض المخابز إلى غلق أبوابها أو عرضها للبيع. ارتفاع أسعار الطحين، يعني طحين الحصة اللي كان عندنا مثلا خلينا نقول ب 12000 وب 13000 الأسمر مالتنا، هسه أسعاره وصلت إلى 40 و 38 ألف. هذا العدد تركي ب 46 وب 47000 دياسة. اكو مخابز بدأت لا تبيع 4000، يعني نزلت العدد، كان 5000 لا هسه 4000 دا يبيعون. واكو مخابز أصلا دا تعزل، يعني هواي مخابز عزلت ودا تنباع لأن خسارة مصر، يعني الخباز العمال كلها تريد يومية وما يقدر أبو المخبز ما يقدر يشتغل. حتى هسه يوميات العمال قامت تنزل، الشنقه قمنا نقصها، يعني حتى العالم ما عاد ترضى يعني على الخبز، يقول له خبزه صغيره ما جعت. يقول له عمي، نقول له الطحين جاي يصعد، يقول لك ماكو الخبزه جاي. حتى العالم ما عاد ترغب الطحين. العراق كان ب 15 ب 12 يعني، وانزل ينزل، وهسه عينه ب 38 وب 40، يعني صار 3 أضعاف عن قبل. ما يعني فدنوب يعني صعد الطحين، ما عاد العمال فدنوب. اكو عمال هسه قامت تقعد، المخابز قامت تعزل، يعني اغلبيه عوائل هسه عينك قاعده بسبب هي هاي الشغله. بالنسبه لاسعار الطحين يعني صعدوا علينا بسبب جابوا على مود الدولار وهذا، فصعدوا بالبدايه، طحين الحصه اول شيء رجع الصفر، صعد يعني اوتوماتيكيا بسبب طحين الحصه. زين احنا بغينا هسه شنو نسوي؟ عاد نزغر الحجم وما بيها يعني لا فايده الشغل العمل حتى شنو، بس لا نعزل. واكو افران يعني هسه قسم افران في داخل تكريت عزلت من وراء شنو؟ الاسعار، اسعار الطحين، وماكو يعني على صعود ومو على نزول. أكد دكتور شبيب العزاوي المختص بجغرافية النفط والطاقة أن الصراع الحالي بين روسيا وأوكرانيا له تداعيات كبيرة على اقتصاد النفط العالمية، وشدد على أهمية أن تستثمر الحكومة العراقية هذا الارتفاع بشكل إيجابي بهدف تعزيز الواقعين الصناعي والزراعي. يشهد العالم اليوم صراع جيوبوليتيكي من خلال الغزو الروسي لأوكرانيا في منطقة تعد ذات أهمية جيوبوليتيكية بالنسبة للعالم. ومن تداعيات هذا الغزو أو هذا الصراع تداعيات اقتصادية وتداعيات سياسية. نحن في صدد التداعيات الاقتصادية خلال الأيام الماضية وخلال الساعات الماضية أيضا، ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا، وسوف تأخذ بالصعود
كلما طالت فترة الصراع أصبحت تداعياتها أكبر على أسعار النفط. نتمنى أن يستفيد العراق من هذه الوفرة المادية، بكون أن العراق في موازنته يعتمد اعتمادا كليا على مبالغ النفط أو على إيرادات النفط، باعتبار العراق بلد إحادي السلعة. وإن شاء الله سوف تتوفق الحكومة ولو بالسنة القادمة في موازنة 2023 في إعداد برامج اقتصادية، وهذه البرامج يستفاد من الوفرة النفطية في إعداد مشاريع زراعية وصناعية تقلل من استنزاف العملة الصعبة التي تخرج من العراق يوميا بمئات الدولارات ملايين الدولارات لأجل استيراد للمحاصيل الزراعية، السلع الزراعية والسلع الصناعية. نتمنى أن تحذو الحكومة أو تأخذ خطوات جيدة في بناء مشاريع زراعية ومشاريع صناعية لأجل عدم استنزاف العملة الصعبة، وأيضا استثمار الوفرة النفطية في تمتين اقتصاد البلد. يضطر أهالي قرية صبخة في قضاء الشرقات إلى عبور المجرى المائي في أحد الوديان بوضع الإطارات المستعملة، ما يعرضهم للمخاطر، وهو ما حثاهم إلى دعوة الجهات المعنية للإسراع في إنشاء جسر المشاة يضمن سلامتهم ويسهل حركتهم إلى دورهم السكنية وأراضيهم الزراعية. نحن الآن في قرية صبخة قضاء الشرقات. طبعا الأهالي يناشدون السيد محافظ صلاح الدين المحترم والسادة المسؤولين بإنشاء مجسر، سواء كونكريتي أو حديدي، مجسر أو ممر مشاة لعبور هذا الوادي. هذا الوادي أو خلينا نقول مياه طبيعية مستمرة تمر هذا، أو ما يسمى بوادي أم الشبابيط. عندهم خلف هذا الوادي أراضي زراعية إضافة إلى ملعب كرة قدم للشباب. فأثناء المطر والفيضانات لا يستطيعون العبور إلى الضفة الأخرى من هذا الوادي، إضافة إلى أنه صعوبة تنقلهم وعبورهم إلى الضفة الأخرى، وصعوبة أيضا في تنقل في نقل مواشيهم سواء أبقار أو أغنام إلى الضفة الأخرى إلى مزارعهم. محتاجين هذا المجسر، وعندنا أراضي زراعية خلف الوادي، وهناك الأطفال لا يستطيعون العبور من هذا الوادي، إضافة إلى وجود المستنقع صار للأوساخ. فنناشده باسمه وباسم كافة المسؤولين بالمحافظة على إنشاء مجسر للقرية، لأن احنا في أمس الحاجة إليه. نطالب السيد المحافظ عمار جبر بإنشاء مجسر للمشاة في القرية، لكوننا بحاجة ماسة لهذا المجسر. وجود الأراضي الزراعية وملعب خاص بالشباب هو اللي أمس الحاجة لنا حتى نعبر هذا الوادي اللي يسمى وادي أم الشبابيط. حقيقة جريان مستمر، فإحنا نضطر في كل أيام على طيلة أيام السنة أن نضع هذه مثل ما تشوفون إطارات السيارات أو فوقها يعني أحجار أو كذا حتى نعبر، تكون وسيلة للعبور استكمال لنهج العمار اللي يقودها وحملة العمار التي يقودها محافظ صلاح الدين. عاني من التنقل، صعوبة التنقل، لأن هذا وادي أم الشبابيط على أي مطرق يفيض، ونحتاج جسر مشاة، ما نريد جسر سيارات حتى تصير الشغلة صعبة وكبيرة. وإلى الشأن السياسي، حيث خصص مجلس النواب جلسة السبت المقبل للتصويت على المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، في وقت يتحدث مطلعون عن وساطة إيرانية جديدة لإعادة تأهيل العلاقات بين قوى البيت السياسي الشيعي، يقودها مساعد الرئيس الإيراني أمير حسين هاشمي، مرجحين انتقاله من بغداد إلى النجف وأربيل للتفاهم مع رؤى الأطراف السياسية إزاء تشكيل الحكومة المقبلة. ويقول المختصون أن طهران غير راضية عن استمرار الخلاف الشيعي وغير مستعدة لخسارة دورها لصالح أنقرة أو عواصم خليجية، لذلك ستضغط على القوى الشيعية لتنقية الأجواء بينها والذهاب لتشكيل حكومة جديدة تستوعب جميع قوى البيت الشيعي. ولاحظ مراقبون لطبيعة السجالات بين الحنانة وبغداد هدوء عاصفة الشد والجذب، بما يوحي بحالة من التفاهم على المتغيرات فرضتها القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية، خاصة مع استبعاد فرضية الدوران في فلك الثلث المعطل لجلسات البرلمان لتفادي الانشقاقات داخل قوى الإطار.
وضمن أجواء التهدئة والخيارات البديلة، أكد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي وجود مؤشرات إيجابية واجتماعات وتقاربات بين قيادات الخط الثاني للإطار التنسيقي والتيار الصدري ضمن أجواء سياسية إيجابية، وهو ما ينطبق أيضا على النظرة المتفائلة داخل الديمقراطي الكردستاني بإمكانية التصويت لمرشحه ريبر أحمد خلال جلسة البرلمان الأسبوع المقبل بامتلاك التحالف الثلاثي أغلبية الثلثين بحسب توقعات عضو الديمقراطي مهدي عبد الكريم. وفيما استبعد عبد الكريم إمكانية تعطيل عقد جلسة تسمية رئيس الجمهورية من قبل القوى غير المنضوية بالتحالف الثلاثي، وما زال الاتحاد الوطني يعول على عدم قدرة الثلاثي على عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بسبب شرط حضور ثلثي أعضاء البرلمان، مع احتمال تقديم مرشح بديل بسبب الحرج الذي تسبب به مرسوم المخدرات. ولأن الضد ونقيضه يعرقل مشروع الدولة، فقد أظهر استطلاع للرأي أن تجربة حكم العراق من قوى المعارضة السابقة أو ما يطلق عليها عراقيو الخارج لم تنجح في التأسيس لدولة مدنية تستوعب الجميع بسبب ثقافة المعارضة الفوقية والتشكيك بالنوايا، موضحا أن المراهنة على الشعبية الطائفية أحدثت شرخا خطرا بالتركيبة المجتمعية المتجانسة قبل أن يفترق الغالبية عن هذه الاستراتيجية مثل ما أظهرته معطيات السنوات الأخيرة. ونقل الاستطلاع عن أكاديميين ومختصين ممن أطلق عليهم الاستطلاع تسمية عراقيو الداخل مطالبتهم قادة التحالف الثلاثي منحهم فرصة الشراكة الحقيقية في إدارة مؤسسات المرحلة المقبلة، كونهم الأعرف بأولويات واحتياجات شعب تقاسموا معه قسوة الظروف ما قبل وبعد 2003 دون أن تهتز عندهم ثوابت المواطنة. ويراهن عراقي الداخل على خصوصية الشراكة مع قادة التحالف الثلاثي في مواجهة التحديات داخل العراق، وأيضا المعرفة بالمزاج العام الشعبي الذي لم تتأقلم معه قوى الخارج والتي أخذت نصيبها في إدارة الدولة. وضمن هذه القراءات، حذر القيادي في التيار الصدري صادق مطوس قيادة التيارات السياسية من عدم القدرة على قيادة البلاد دون خطوات مؤسساتية لإدارة العمل السياسي وإنهاء زمن المجاملات. وقال أن التيار الصدري إذا لم يضع اليوم خطوات مؤسساتية حقيقية لإدارة العمل السياسي في البلاد فهو لا يستطيع أن يقود دولة في المستقبل، مبينا أن البلاد وصلت لمرحلة الانهيار وزمن المجاملة يجب أن ينتهي، مضيفا أن مستقبل أبنائنا بات في خطر كبير. وتابع القيادي الصدري قائلا إن الملامح على الساحة السياسية الحالية مجهولة وغير واضحة، وعملها غالبيته خلف الستار بما فيها الكتلة الصدرية وأعضاء الكتلة الصدرية الحالية، إذا كانوا يقولون أن غالبية أبناء التيار من القواعد الشعبية فعليهم التوجه إلى الميدان الأكاديمي للاستعانة بالخبرات العلمية الكفوءة لغرض النهوض بالمؤسسات الحكومية وبناء الدولة. افتتح رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظم مستشفى الحسين العسكري وسط بغداد، فيما قال وزير الصحة هاني موسى العقابي أن نسبة الوفيات 1% من بين الإصابات بفيروس كورونا في العراق، عدا هذه النسبة أنها الأدنى على مستوى العالم، وذلك بفضل جهود ملكات وزارة الصحة. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده على هامش افتتاح مستشفى السلام الألماني سعة 100 سرير في جانب الكرخ من العاصمة بغداد بحضور رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة الدكتور محمد العاني والقائم بأعمال سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بيتر فيلتن ومديرة بنك التنمية الألمانية أن باشكا. بارك لكم هذا الجهد الكبير في افتتاح مستشفى الحسين العسكري الطبي والذي هو مفخرة عراقية. لكن قبل ذلك أجب أن أتكلم بكل صراحة، عندما ألتقي بقادة كبار وضباط جيش العراق البطل أحس بمصدر قوة هذه الدولة. الدولة لا تبنى بدون وجود جيش عراقي وبدون وجود جيش حقيقي يخدم ويحمي البلد، وعليه العلاقة الخاصة التي تربطني مع قادة الجيش
ومع أبطال جيشنا وكل مؤسساتنا العسكرية والأمنية علاقة خاصة، لأن هذه المؤسسات هي من تقوم ببناء هذا البلد الذي مر مع الأسف الشديد بظروف معقدة وصعبة، والبعض حاول أن يحمل أبطالنا في جيش عراقي وفي مؤسسات أمنية مسؤولية هم غير مسؤولين عليها. نعمل بدون كلل وملل من أجل خدمة هذا البلد ومن خدمة المواطنين. نعمل مع كل أبناء مؤسساتنا العسكرية والأمنية البطلة في سبيل إثبات الحق وإثبات الأمن والأمان في ربوع عراقنا الغالي. قرر وزير التجارة علاء الجبوري إطلاق تجهيز الحصة الثانية من مادة الطحين والمباشرة بعملية القطع للوكلاء ابتداء من الأحد المقبل، فيما أعلنت وزارة التجارة السيطرة على أسعار الطحين. وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب باسم العجيلي إن أسعار الطحين بدأت بالتراجع بسبب موسم الحر الذي يعد موسما غير استهلاكي للطحين، ولا يمكن للمواطنين أو التجار خزن كميات كبيرة منه، مبينا أنه كلما تقدم موسم الصيف قل الطلب على مادة الطحين. وأكد العجيلي السيطرة على أسعار الطحين من خلال تجهيز الحصة التموينية للمواطنين. تنطلق فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه في العاصمة بغداد ولمدة 3 أيام الأسبوع المقبل تحت عنوان المياه والتغيرات المناخية. وتقوم رؤية المؤتمر على تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية وعلى المدى البعيد، وتحقيق التنسيق والتعاون المشترك مع الدول المتشاطئة من مبدأ تقاسم الضرر، فيما سيتضمن اليوم الأخير من المؤتمر زيارة حقلية لسدة الهندية التي أدرجت مؤخرا على سجل التراث العالمي للري. ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التغييرات المناخية وأثرها في الموارد المائية، وكذلك تعزيز الاستجابة العالمية لتهديد تغيير المناخ والاحتباس الحراري والحد من مصادر التلوث واستدامة النظام الأيكولوجي للأراضي الرطبة والحفاظ على التنوع الأحيائي وتطور السياسة المائية بما ينسجم مع تأثير التغييرات المناخية. اقترح البنك المركزي العراقي على الحكومة التريث في إبرام العقود أو تحويل أي مدفوعات مالية إلى روسيا لحماية النظام المالي العراقي من العقوبات، بعد أن فرض المجتمع الدولي على روسيا عقوبات مالية واقتصادية بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وبعث محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف بكتاب رسمي إلى الأمين العام لمجلس الوزراء جاء فيه: نود إعلامكم بأنه نتيجة الحرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا قامت وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على مؤسسات مالية واقتصادية روسية لغرض الحد من قدرات روسيا في الحرب ولغرض حماية النظام المالي العراقي، فإننا نقترح التريث في الوقت الحاضر عن إبرام أي عقود حكومية مع الجانب الروسي وضرورة التريث في تحويل أي مدفوعات مالية تمر من خلال النظام المالي في روسيا. ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن الاقتصاد الروسي يترنح من جميع العقوبات، في وقت أعلن الاتحاد الأوروبي عن فصل 7 بنوك روسية عن منظومة سويفت للتعاملات المصرفية. استقبل نيجر فان بارزاني رئيس إقليم كردستان مجلس نقابة صحفي كردستان، وقدم نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين خلال اللقاء نبذة عن أعمالهم ونشاطاتهم السابقة وخططهم المستقبلية وأحوال الصحافة والعقبات التي تعترض سبيل العمل الصحفي وسبل تنظيم المجال بطريقة أفضل تخلق توازنا بين الحرية والمسؤولية. وقدموا أيضا تقريرهم السنوي بخصوص الانتهاكات في مجال الصحافة إلى رئيس إقليم كردستان، وهو تقرير سنوي تعده النقابة.
ومن جهته شدد نيجر فان بارزاني على مصداقية ومهنية الصحفيين والتي تتحقق على أرضية من الحرية بعيدا عن الضغوط والانتهاكات، كما أكد أن نضال شعب كردستان كان من أجل الحرية ولهذا لا يمكن سلب الحرية منه، متأملا أن تكون نقابة الصحفيين الحامي والمدافع الدائم والجريء عن الصحفيين. وعبر بارزاني عن دعمه لتحسين تنظيم قانون العمل الصحفي في إقليم كردستان بشرط أن يكون أي تعديل للقانون يخدم في النهاية زيادة إعداد الأرضية للعمل الصحفي ويراعي مبادئ حرية الصحافة. وتتابعون في نشرتنا أيضا، نيجر فان بارزاني والسفير الفرنسي في العراق يؤكدان ضرورة تضافر الجهود العراقية والمجتمع الدولي للقضاء على تنظيم داعش ومنع عودته للظهور. ومسرور بارزاني يعتبر أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز انتهاكا للحقوق الدستورية لشعب كردستان. ووزير النقل ناصر الشبلي في أربيل على رأس وفد فني. وشرطة الإقليم تعتقل شخصا نفذ العديد من السرقات للسيارات والذهب والأموال في المدينة. وزيلنسكي يعد بإعادة إعمار كل شيء وبأن روسيا ستدفع الكلفة، ولافروف يقول إن بايدن يريد حربا عالمية ثالثة ولا نية لموسكو في التصعيد. وتقرير استخباري يشير بأن القسم الأكبر من الرتل الروسي الزاحف نحو كييف عرقلته المقاومة الأوكرانية الشرسة والأعطال الميكانيكية على بعد أكثر من 30 كيلومترا من وسط المدينة بعد شهرين من انتهاء ثوران البركان إعادة إعمار جزيرة لابالما. إلى التفاصيل مجددا، أهلا بكم. أكد رئيس إقليم كردستان نيجر فان بارزاني والسفير الفرنسي في العراق إريك شوفاليه على ضرورة تضافر الجهود العراقية والمجتمع الدولي للقضاء على تنظيم داعش ومنع عودته للظهور، فيما بحث أوضاع الإيزيديين وسبل إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية. وذكر بيان لرئاسة الإقليم أن الرئيس بارزاني أكد خلال استقباله لشوفاليه رغبة إقليم كردستان في حل مشاكله مع الحكومة الاتحادية العراقية عن طريق الحوار وعلى أساس الدستور. وأشار إلى أن الجانبين تباحثا بشأن علاقات فرنسا مع العراق والإقليم وفرص تعزيز التعاون المشترك بينهما، فيما جدد بارزاني إشادة إقليم كردستان بدور فرنسا واهتمامها بالعراق وكردستان وخاصة ضمن إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش. وتناول الجانبان مخاطر داعش وازدياد عملياته الإرهابية سواء في العراق وسوريا والذي يمثل تهديدا جديا للأمن والاستقرار، وأكد على ضرورة التنسيق والتعاون بين أربيل وبغداد ومساندة المجتمع الدولي لقطع الطريق على عودة داعش للبروز. اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني قرر المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم انتهاكا للحقوق الدستورية لشعب كردستان. وقال بارزاني في مؤتمر صحفي: تم خرق عدد من المواد الدستورية بالقرار الأخير للمحكمة الاتحادية، وسنمضي بالدفاع عن الحقوق الدستورية المنتهكة لشعب كردستان. وأضاف أن الإقليم طلب من الحكومة العراقية منحه فرصة للحوار بشأن النفط والغاز إلى أنه لم يتم ذلك، وتم اتخاذ هذا القرار المنفرد المخالف لروح الدستور والمبادئ الأساسية للنظام الاتحادي بحسب بارزاني بناء على قانون حزب البعث المنحل لسنة 1976. التقى وزير النقل في الحكومة الاتحادية ناصر حسين بندر الشبلي برفقة وفد فني متقدم في مجال النقل وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان أنو جوهر في أربيلة. وجرى في اللقاء بحث التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة بين الحكومتين في مجالات النقل كافة. وعقد مؤتمر صحفي للكشف عن أبرز مشاريع النقل والخطط المستقبلية ومنها مشروع ترانزيت بين المركز والإقليم. اليوم كان لدينا اجتماع مطول ومثمر مع أخينا العزيز مع الوزير والوفد المرافق، تم النقاش على الكثير من النقاط المهمة التي تهم الطرفين،
وبالتأكيد كان موضوع الربط السككي أحد أهم المواضيع التي تم التطرق إليها، التبادل الخبرات وأيضا تسهيل العمل في موضوع النقل البري وأيضا موضوع النقل الجوي ومجموعة من الأفكار الجديدة لفتح أحد الرحلات بين المحافظات وأيضا بين داخل إقليم كردستان بين سليمانية وأربيل وأيضا عاصمة العراق الاتحادي في بغداد. طبعا نحن فرحنا جدا بمجيء معالي الوزير والوفد المرافق له، وهذه الزيارة إن كانت الأولى لن تكون الأخيرة إن شاء الله. أربيل هي بيتكم وأنتم بين أهلكم بين ناسكم، وبالتأكيد هذا التعاون وتقريب وجهات النظر بين حكومة إقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية في بغداد من شأنها خدمة المواطنين في هذا البلد من البصرة، من بصرته إلى كردستانه. مهم جدا أن يكون التطور، وهذا التطور حقيقة احنا بنيناه على أساس أنه يمتد من البصرة إلى إقليم كردستان ثم إلى الحدود التركية والحدود الأخرى. اليوم تواجدنا هنا حقيقة لتذليل أي صعاب موجودة أو أي نقاط موجودة وغير محلولة هذه الفترة الطويلة، بالرغم أن هذا أول اجتماع احنا حقيقة مع الأخ معالي وزير النقل، ولكن التباحث اللي كان على نقاط مهمة جدا وضرورية أنه يتم إنجازها. أهم هذه النقاط هي النقل البري اللي تناقشت فيه على نقاط المنافذ الحدودية، وأيضا ساحات التبادل اللي هي للأسف الآن ما موجودة في أغلب المنافذ اللي موجودة في إقليم كردستان. هذه الساحات هي مهمة جدا لأنه الآن هي كلها موجودة في دول الجوار. احنا طلبنا أنه هاي كل الساحات تعود إلى العراق، لأنه العراق هو بلد مستورد وليس بلد مصدر، وبالتالي هاي الساحات راح تفيد بتشغيل كثير من العمالة العاملة في البلد. هذا واحد. اثنين، أيضا تكلمنا عن هذه المنفيستات اللي موجودة في دول في المنافذ اللي موجودة الحالية، وهذه الساحات أيضا راح يكون فيها موافقات من إقليم كردستان، وبالتالي أيضا هذا المنفيست والساحات راح يكون به نسب سواء كانت إلى إقليم كردستان أو إلى الحكومة المركزية. بالنسبة للنقل المسافرين أيضا طرقنا على بعض الأمور اللي هي تخص نقل المسافرين، اللي الآن نقل المسافرين اللي يتم باتجاه تركيا، وبالتالي أكو نقاط بسيطة احنا توصلنا إن شاء الله لحلها. النقاط الأخرى اللي هي بالنسبة لنقل الجوي، النقل الجوي الآن احنا راح نبدأ نطور النقل الجوي اللي موجود من سليمانية ومن أربيل إلى الوجهات الأخرى، سواء كان إلى تركيا وإلى سواء كان إلى الأردن إلى بيروت وإلى دول الجوار الأخرى، بالإضافة إلى أنه هنالك طلب متزايد حقيقة قصد يعني مقاصد إلى داخل العراق وإقليم كردستان أو إلى موضوع الترانزيت، حيث احنا حقيقة أنهينا التعليمات اللي خاصة بالترانزيت. أعلنت مديرية شرطة أربيل اعتقال شخص نفذ العديد من السرقات في المدينة، وجاء في بيان للمديرية أن قوة مشتركة من مجلس أمن إقليم كردستان ومكافحة إرهاب الإقليم ومديريتي أسايش وشرطة أربيل تمكنت بالتنسيق فيما بينها من اعتقال متهم ارتكب العديد من جرائم سرقة السيارات والأموال من العملة العراقية والدولار والذهب في المحافظة. وأوضح البيان أن الجرائم تضمنت سرقة 4 سيارات نوع تويوتا لاند كروزر و95 مثقالا من الذهب عيار 21 مع مبلغ 7000 دولار أمريكي، بالإضافة ل 21 مليون دينار عراقي. أعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية عن نشر قوتها على ضفاف البحيرات والأنهار لتنفيذ قرار حظر صيد الأسماك. وقال مدير إعلام شرطة الغابات والبيئة في السليمانية العميد هيمن كرمخان أفندي في مؤتمر صحفي أنه اعتبارا من الخامس من شهر أذار الجاري فإن الصيد محظور بكافة أشكاله، ولهذا الغرض ستتمركز قوة المديرية كافة على ضفاف البحيرات والأنهار
داعيا السكان كافة إلى الالتزام بالتعليمات خلال هذه المدة، مؤكدا أن الصيد الجائر باستخدام الكهرباء والسم وأنواع المتفجرات كافة محظور في أي وقت وأي زمان. واعتبارا من مطلع شهر آذار مارس في كل عام يتم حظر صيد الأسماك في إقليم كردستان لمدة 3 أشهر لأنها تدخل في موسم التكاثر. وإلى أوكرانيا، حيث أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن روسيا ستدفع كلفة الأضرار التي لحقت بأوكرانيا جراء الحرب، وتعهد بإعادة بناء كل مبنى دمره القصف الروسي. وقال في مقطع فيديو: سنعيد بناء كل مبنى وكل شارع وكل مدينة، ونقول لروسيا ستدفعون لنا مقابل كل ما فعلتموه ضد دولتنا وضد كل أوكرانية. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي قد قدم تقييما متفائلا للحرب ودعا الأوكرانيين إلى مواصلة المقاومة، مخاطبا الأمة: أنتم شعب دمر مخططات العدو خلال أسبوع، وأن القتال يؤثر سلبا على معنويات الجنود الروس الذين يقتحمون متاجر البقالة ويحاولون العثور على شيء يأكلونه، بحسب الرئيس الأوكراني. Та контрибуції. Ви відшкодуєте усе. Усе нам, що зробили проти нашої держави, проти кожного українця. В повному обсязі. А тих, хто загинув, ми не забудемо. ومن جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه يعتقد أن بعض القادة الأجانب يستعدون للحرب ضد روسيا، واتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي برئاسة مجتمع تزدهر فيه النازية. وأكد لافروف أن عدم رغبة الناتو ضمان أمن دولة على حساب أخرى يفاقم تدهور الأوضاع، وتساءل كيف يمكن للغرب أن يحدد ما يمكن أن يهدد أمن روسيا وما لا يهدده. وحول السلاح النووي قال لافروف إن روسيا لديها عقيدة عسكرية واضحة تحدد شروط الأسلحة النووية وليس لموسكونية للتصعيد، مبينا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن البديل للعقوبات هو الحرب العالمية الثالثة. وأكد لافروف أن بلاده منفتحة للحوار مع الناتو، لكنه تساءل أيضا متى سيبدأ هذا الحوار، متهما الغرب بعدم جاهزيته للحوار على أساس الاحترام المتبادل. وذكرت المخابرات العسكرية البريطانية أن القوات الروسية لم تحرز تقدما يذكر في زحفها صوب العاصمة الأوكرانية كييف على مدى الأيام الثلاثة الماضية، مضيفة أن مدن خاركيف وتشيرنيهيف وماريوبول لا تزال في أيدي الأوكرانيين. وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية في تقريرين أن القسم الأكبر من الرتل الروسي الزاحف نحو كييف لا يزال على بعد أكثر من 30 كيلومترا من وسط العاصمة بعدما عرقلته المقاومة الأوكرانية الشرسة والأعطال الميكانيكية. وأضاف أن الوضع العسكري في مدينة خيرسون ما يزال غير واضح، وأن وزارة الدفاع الروسية اضطرت للاعتراف بأن 498 جنديا روسيا قتلوا وأصيب أكثر من 1500 في حرب بوتين على حد تعبيرها. وأكدت أن العدد الفعلي للقتلى والمصابين أعلى بكثير وهو قابل للزيادة. وفي إسبانيا أمضت فرق العمال والمتطوعين حوالي 10 أيام لإزالة طن من الرماد والمواد الأخرى التي خلفها الثوران البركاني في جزيرة لابالما. وقد اتبع الفريق أساليب مبتكرة للتعرف على المنازل في ظل تراكم الرماد في كل مكان بعد شهرين من انتهاء الكارثة الطبيعية. وتتركز أعمال إعادة الأعمار على استعادة الطرق الرئيسية في الجزيرة، وبدأ الثوران البركاني في 19 سبتمبر أيلول وانتهى في 13 ديسمبر كانون الأول. ووفقا للجنة العلمية بفولا، يعتبر الثوران البركاني لجزيرة لابالما هو الأطول على الإطلاق منذ بداية رصد الثورات البركانية. وبالعودة إلى أربيل، احتضن المركز الثقافي لجامعة جيهان ندوة فكرية عن أهمية الأدب والفن، وشهدت الندوة حضور مستشار وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان وعدد من المثقفين، وتم توقيع أكثر من 30 مؤلف وكتاب للبروفيسور إبراهيم أحمد سمو. الأساسي لأن يجد الإنسان فسحة أكثر
في ان يتطور اكثر. ربما الجالس احد الجالسين الذي لا يهمه كان يكون مثقفا او اديبا او فنانا، لكن يهمه جمع المعلومه وحبه للثقافه. يعني الاديب الفنان من الصعب جدا ان يشارك في عمليه ثار مثلا. الانسان البسيط البعيد عن الثقافه وبعيد عن الفن والادب من السهل جدا ان يقتل انسان. من زمان انا كنت مشتاق لهذا الجمهور ومشتاق لهذه الكلمات التي كنت بحاجة إليها كثيرا. كتبت الكثير ولم أرى رد الجميل لكتاباتنا، فاليوم رد الكثيرون جمائل كتاباتنا. فكتبت ما استعان به الله وساعدني في كتاباته العقل الموجود والذي وقع في أكثر من صراع وصراع، وحيث من الصراع ولد إبراهيم. الجالس الوقور يعني مسرحيات ذات شخصية واحدة مونودراما، وأحلام المجانين باللغة الكردية، وكثير كثير من الكتب التي اعتز بها. كل العناوين الموجودة هنا اعتز بها، ولا سيما الأدبية والثقافية منها. أنا أعتقد المثقف ليس بحاجة إلى هذا الدعم الذي كنا نريد أن نذكره، لكن المثقف الذي لديه العلم والفكر وليس لديه الإمكانات في أن يطبع كتابه يحتاج إلى دعم. ولهذا أنا من زاوية دعم الكتاب، دعم المثقف من ناحية دعمه من الناحية المعنوية. والمثقف بصورة عامة تجد المثقف في ساحة المتنبي، ولا تجد المثقف في أروقة الساسة الكبار. المثقف دائما له من القلم والكتاب وله من العطاء ما لا يوفي حقه في الكتابة والعطاء. الأساتذة الموجودين أسسوا مركزا للإبداع، ومركز الإبداع ليس فقط أن يكون إبداعا علميا أو إبداعا فنيا. شيء آخر قد تلاشى عن إدراكنا هو أساس الفنون، هو نتائج العقل، والعقل هو علم غرسه الله فينا، يجب أن لا ننسى هذا. واجب الجامعة بناء الإنسان، وبناء الإنسان يجب أن يكون بالثقافة والفنون والعلوم، من غيره ما يبنى الإنسان. لما ما يبنى الإنسان ما يبنى البلد، لما ما يبنى البلد ما يبنى الإنسانية ولا الدنيا. فإذا من واجبنا أن نعمل هالأشياء، وليس مني على أي أحد، من أساس واجبنا أن نكون قدوة في جميع المجالات، علمية أدبية قانونية، كافة الأشياء اللي يخص الحياة. هو المؤسسات الثقافية، الفنان لما يبدع ما يحتاج حكومة، يجب على الفنان أن يبني نفسه وأن يطور عمله وأن يقدم لنفسه. إحنا لسنا شجيرات مساندة، يجب أن يكون الفنان قامة مثل النخلة، ما يستند على أي أحد. لما يبني الفنان لما يبني نفسه، الحكومة والدولة والناس والمجتمع، هو من غير الابتكار ما ينبني الحياة. والابتكارات مستمرة، يجب أن يستمر. وليست الابتكارات إلا أن يكون أشياء علمية. إحنا سوينا مثل ما يقولون فرقة المسرح، وعندنا نادي رياضي، وعندنا تلفزيون، وعندنا إذاعة وتلفزيون. وأهم شيء بالنسبة لي أن نبني العراق، وأولا إنسان العراق ليبني العراق. في الختام تذكير بأبرز العناوين. محافظ صلاح الدين يضع توقيتات زمنية للإدارات والمقاولين لإطلاق العمل بالمشاريع المتلكئة بقضاء الطوز، ويؤكد وجود تقدم واضح بمعالجة ملف النازحين شرقي المحافظة، ويفتتح مركز الدعم اللوجستي. اشتداد أزمة الوقود في تكريت لأسباب مجهولة، والفلاحون يشكون عدم دفع مستحقاتهم، وتحذيرات من ارتفاع أسعار الخبز. رئاسة الجمهورية على طاولة البرلمان السبت المقبل، وطهران على خط وساطة جديدة للملمة البيت الشيعي، وأغلبية الثلاثي ترجح كفة مرشح البارتي. We'll be right back.
استطلاع للرأي يدعو قادة التحالف الثلاثي منح عراقي داخل فرصة الشراكة الحقيقية في إدارة المرحلة المقبلة كونهم ولدوا من رحم معاناة الشعب. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة صلاح الدين الفضائية، شكرا لحسن المتابعة، ألقاكم على خير.